معانا حد اهلاوي جدا جدا وحبيبك. يلا قول الو برضه. الو الو الو، ايوه، ازيك يا احمد؟ الحمد لله. انت مش عارف انا مين ده؟ انت طيب، انا عربي. ايه يا دكتور؟ بغششه والله. ايه يا هشام؟ والله بيغششه. كنت اعرفه دلوقتي، كنت اعرفه على طول. هشام اهلا بيك، بنرحب بيك في البيت الكبير طبعا. هشام العمري طبعا العضو مجلس الاداره السابق للنادي الاهلي، بنرحب بيك. ومعانا واحد بقى بقول لك من مشجعي التالتة يمين والتالتة شمال وكله، فمعانا واحد بيحب النادي الاهلي جدا وانت طبعا صاحبه وعارف الكلام دوت موجود طبعا. احمد معانا، حابب تقول له ايه؟ اولا احمد فهمي ده اخويا مش صاحبي يعني طبعا. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه ان احمد فهمي ده ليه فضل عليا بعد ربنا سبحانه وتعالى في انتخابات النادي الاهلي على فكره. والله طبعا. ازاي؟ كان ظهري وسندي وجي وقف معايا. انت تستاهل يا هشام، تستاهل وانت اهلاوي اكتر من اي حد والله يعني. الله يخليك يا احمد، ربنا يخليك. وعايز اقول حاجه بقى بعيد عن الكلام ده خالص، الراجل اللي قدامك ده كابتن هاني ويا سام، الراجل دوت فنان بروح الفانيلا الحمراء. ده حقيقي والله فعلا. فعلا يا دكتور، والله العظيم الراجل ده فنان بروح الفانيلا الحمراء، ما بيقبلش في حياته غير المركز الاول. يعني ربنا يكرمك يا احمد والله. ربنا يخليك يا دكتور والله. والراجل ده اهلاوي كبير جدا جدا يعني. لا احنا يعني انا لا كنت يعني بص، هشام هشام العمري، هشام العمري احنا اخوات فعلا يعني، اكتر من اصحاب كتير. ده اللي يبين لك شخصيه النادي الاهلي. هشام من بره المجلس، وسيبك ان هو اخو عمري او كده، ملهاش علاقه. ملهاش علاقه النادي الاهلي، ملهاش علاقه خالص يعني. والله يعني لولا ان احنا ما ينفعش نتكلم في حاجات ولا انت بتعمل ايه للنادي الاهلي، هشام بيشتغل اكتر مما كان عضو مجلس. والله العظيم ده حقيقي. بيشتغل اكتر من غير ما يتدخل ومن غير ما يعدي حدوده، لكن الراجل ده بيعمل مجهود اكتر ما كان عضو مجلس. دول ابناء الاهلي يا احمد. ايوه طبعا، دول ابناء الاهلي الحقيقيين اكيد. لا دي كمان دي مدرسه النادي الاهلي، دي ثقافه النادي الاهلي. ده اللي زي ما احمد قال، ده اللي اتربينا عليه، مش بس لعيبه الكوره، انت بتتكلم على مجالس اداره واعضاء مجلس الاداره. ودايما كمان يعني برضو باخد رايك في الكلام دوت، ان دايما كان في اقول لك مقارنه، اصل النادي الاهلي في مشاكل بس ما بيطلعوش مشاكلهم بره على عكس انديه تانية. فده اللي انا شايفه ده ميزه، واكيد بيحصل مناقشات في مجلس الاداره، واكيد بيبقى فيه اختلافات في وجهه النظر ووجهات النظر. يعني مجلس اداره النادي الاهلي طول عمره زي اي مجلس اداره في النقاش، في اي مجلس اداره طبيعي، في النقاش وفي الحوار وفي راي، في اخذ راي كل الناس وفي الاختلاف يا هشام، والاختلاف كمان يا هشام ده مش عيب. الناس كلها بتختلف جوه وبيبقى رايها مختلف، وفي الاخر الاغلبيه بتحكم القرار. ومعروف ده اللي منجح مجلس اداره النادي الاهلي على مر عصوره، ده حقيقي. ان اللي كان مش مع القرار او اللي ما كانش مع القرار يطلع يدافع عن القرار بدون خروج اي تفاصيل عن مجلس اداره النادي الاهلي. ده سر من اسرار نجاح مجلس الاداره على مر عصوره. تعرف عنه كده يا دكتور. احترام خصوصيه قرار وغرفه مجلس اداره. ده حقيقي، ده حقيقي. على مر مجالس الاداره عدى كتير جدا جدا، وزي ما بقول لك يا احمد وانت بتسمع كلام، يقول لك يا عم اصل بيقول لك النادي الاهلي ما فيهوش مشاكل. لا في مشاكل بس جدعانه ما حدش بيتكلم. الله، طب ما فعلا احنا جدعانه عندنا اختلافات بس ما حدش بيتكلم. الاوضه مقفوله خلاص. بالظبط بالظبط. دكتور هشام احكي لنا عن احمد فهمي في المدرجات لما بتحضروا الماتشات مع بعض. طيب انا احكي لك حاجه، هو احمد نفسه اول مره يتبع. يعني مره احنا كنا في ماتش من الماتشات في برج العرب، وانا المفروض ان انا كنت قاعد جنب احمد، وبعدين ما اعرفش ايه اللي حصل جه جون للاهلي، فقمت حضنت واحد على انه احمد احضن فيه واقول وبعدين اكتشفت وانا ببعد عن الراجل ان ده حد كده. ده كان ماتش الاسماعيلي يا هشام. ماتش الاسماعيلي في فلافيو. فلافيو صح؟ ايوه. لا ده في ماتش الاسماعيلي. ماتش الدوري احنا نقول ماتش الاسماعيلي ده موضوع تاني خالص بقى. لا طب قول لنا بقى الموضوع التاني ده. ماتش الاسماعيلي دوت احنا كنا في، رحنا اسكندريه، كان بيتلعب في اسكندريه، وده الماتش اللي احنا خدنا بيه الدوري، وكان ده الماتش الفيصل. الفيصل بالظبط. ورحنا ده على فكره ده كان قبل ما انا اكون في مركز اداره النادي الاهلي، ده من فتره اصلا. ورحنا اسكندريه وعلشان نيه ان احنا نحضر الماتش وهناخد الدوري وهنكسب، ورحنا درجه ثالثه انا واحمد،
قعدنا ورا الجون وقاعدين بقى مستنيين الجون. واول ما فلافيو بقى جه مش عايز اقول لك بقى احمد فهمي بقى ده كان اخر ماتش لجوزيه كان اخر ماتش لجوزيه كنتوا قاعدين ورا جون الاسماعيلي ورا جون الاسماعيلي ورا جون الاسماعيلي اوكي صح قاعدين كنا قاعدين ورا جون الاسماعيلي صح مظبوط الجون في المكان اللي جه فيه الهدف احمد راح فين بقى نزل براسه تحت دكتور هشام انت شرفتنا وبجد مداخله يعني سعداء بها جدا وإن لا ده انا اللي فرحان والله وسعيد وفرحان وعايز الاول ابارك للكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي على المجهود الكبير اللي هم عاملينه في النادي الاهلي ولقناه النادي الاهلي وابارك للاستاذ ايهاب الخطيب على مجهوده الكبير جدا في القناه وفي البرامج المتعدده والبرنامج بتاعك جميل يا كابتن هاني ربنا يخليك ابو مرسي يا هشام ربنا يخليك وان انت بتستضيف نجم رائع زي الفنان احمد فهمي ما يعني اتفرجتش بقى على حلقه طبعًا. استاذ بيومي فؤاد كمان ولا اتفرجت لا اتفرجت على جزء منها بصراحه لان انا لا مش الدرجه دي مش فاضيه اتفرج على بيومي هقول له على بيومي احمد لا كلهم نجوم كبار طبعاً, طبعا واللي بيميز الناس كلها بجد بصراحه يعني بنحس ان الفنان الاهلاوي هو جاي اولا مبسوط فعلا سعيد من جوه انه موجود في قناه النادي الاهلي وده حسيتها مع طبعا استاذ بيومي ومعاك يا احمد طبعًا. حاسس بدوت انت مش قاعد في برنامج عادي استضافه لا طبعًا. انت حاسس بانك فخور كمان في بالظبط في النادي بتبقى مبسوط بالظبط فده اللي بنحس بيه وطبعا يعني نشكرك طبعا وان شاء الله يكون لك ان شاء الله اتفضل الاحترام طبعا للفنان الكبير بيومي فؤاد جميل وبحبه جدا بس اهلاويه احمد فهمي مختلفه عن لا تقارن باي احد اهلاويه مختلفه خالص وشخصيته الاهلاويه طبع عليه فعلا يعني حقيقي يعني لا ده حقيقي يكرمه في اعماله اللي جايه يا رب ان شاء الله نمره واحد دايما زي ما هو معودنا وزي ما النادي الاهلي معودنا وكل التوفيق للنادي الاهلي يوم السبت ان شاء الله ان شاء الله شكرا ليك يا هشام شكرا ليك ان شاء الله تشرفنا قريب قوي في بيتك الكبير يا دكتور هشام ان شاء الله هو قال كلمه حلوه قوي في الاول ان انت فعلا ممثل بروح الفانيلا الحمراء حتى في شغلك ما بتقبلش غير ان انت تكون رقم واحد يا احمد هو ما ده اللي كنت بتكلم معاك انا مثلا السنه اللي فاتت رمضان اللي فات على طول هو ده بقى اللي هيدخلني في رجاله البيت هو رجاله طب اسالي سؤالك